للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل الاقتصادي عبد الواحد العوبلي. أهلا بك أستاذ عبد الواحد. في البداية، كيف قرأت مثل هذه القرارات؟ مبدئيا هذه يمكن تعتبر أول مرة أشوف قرار نوعا ما يعتبر يسير في الاتجاه الصحيح لتدين التضييق وتحديد قدرة الصرافين على السيطرة على السوق النقدية في البلد وسحب هذه القدرة وتحويلها نحو البيت. يعني مبدئيا منع صغار الصرافين من ليس لديهم قدرة مالية حقيقية لفتح شركات صرافة هي خطوة ممتازة. كيف سينعكس أو ستنعكس هذه القرارات على المواطن، على الشعب؟ يعني هل يمكن أن نرى استقرارا ما لسعر الصرف الذي يرتفع بوتيرة متسارعة كل يوم تقريبا؟ لا، هذا ليس له علاقة بارتفاع سعر الصرف، لأنه أو ليس له علاقة لنقل مباشرة بارتفاع سعر الصرف، لكن هو سيمكن البنك المركزي للسيطرة أكثر على السوق النقدية وعلى السيولة النقدية الموجودة في البلد، ويحاول يعيد الاعتبار ويحاول يعيد البنوك اليمنية لممارسة نشاطها الطبيعي، لأنه الآن السيولة النقدية الموجودة في البلد تمر خارج النظام المصرفي، بالتالي تكون خارج إطار سيطرة. طيب، وبالتالي يعني الآن المواطن البسيط مثلا، الآن مواطن بسيط يشاهد هذه النشرة ويريد أن يلتمس نتيجة ما لهذه القرارات، كيف يمكن أن يلتمسها بشكل مبسط له؟ شو المشكلة؟ هي ليست مسألة انهيار سعر الصرف، ليست مسألة بسيطة. أنت تتكلم على اقتصاد مدمر، تتكلم على إيرادات لا تصل للبلد، إيرادات لا تحصل أساسا، نفقات جائرة، إنزاف كبير العملة الصعبة في شراء المشتقات النفطية وفي الاستيراد من الخارج، عبث وفساد في مرافق الحكومة المختلفة، ميليشيات تسيطر على جزء كبير من الوطن، بالتالي هذه ليست إلا خطوة، لكن ممكن نقول أنها خطوة في الاتجاه الصحيح وتأخرت كثيرا، ولكن أقول أن تصل متأخرا خير من ألا تصل. إذن هي خطوة لابد أن تعقبها خطوات حتى يلتمس المواطن الكثير من النتائج. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ المحلل الاقتصادي عبد الواحد العوبلي، شكرا لك.